ساحة المشوار هنا عاصمة الصحراء المغربية، هنا العيون، وأنا الآن في مدينة العيون. كنتسارى ونتمشى في الأجواء الرهيبة الخيالية دي وسط هذا الجمال وهذه الروعة. مدينة العيون المغربية اللي سمعنا عنها كتير وشفناها كتير في الصور والفيديوهات، لكن لما جينا شفنا كرم ناسها وطيبة أصلهم، شفنا الحشمة والاحترام، شفنا التقدير، كما هو الحال في كل الأقاليم المغربية ويمكن هنا بزيادة شوية. بجد أنا فخور إني قدرت أوصل لتحقيق نص الحلم بوصولي إلى عاصمة الصحراء المغربية مدينة العيون. اليوم في انتظار إكمال باقي الحلم بالوصول من الشمال المملكة المغربية طنجة، وحتى الجنوب المملكة المغربية أيضا الجويرة. استنونا إن شاء الله وبعون الله وبإذن الله وبدعواتكم نوصل الجويرة عشان ننقل لكم كل الأجواء، والله كل الأجواء بمنتهى الحيادية والموضوعية، صوت وصورة عشان تقدر تشوف بنفسك أقاليم المملكة المغربية الجنوبية وأقاليم الصحراء المغربية والتنمية التي تشهدها أقاليم الصحراء المغربية بحق. تنمية بحق وليست تنمية شعارات أو تنمية انتخابات أو تنمية لمجرد كلمات تكتب في جرائد أو مجلات كما تعودنا، ولكنها تنمية حقيقية يشعر بها جميع سكان الأقاليم الجنوبية أو الأقاليم الصحراوية المغربية من الصحراء المغربية. تحياتي لكل المغاربة من طنجة للجويرة، ومستني تعليقاتكم. نروح فين في الدخلة؟ لما نوصل الدخلة هي المحطة القادمة. انتظروا فيديوهات من قلب مدينة الدخلة. تحياتي ليكم من قلب أكبر ساحة في عاصمة الصحراء المغربية العيون، ساحة المشوار. نوصل لكم تحياتنا، وزي ما بنقول دايما تحيا مصر ديما مغرب. هنا الصحراء.